هاجر بوساق، قارئة مغربية ورئيسة جمعية رياض القرآن الوطنية. طبعا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى احتلت مراكز الأولى في عدة مسابقات وطنية ودولية في جمعية القرآن الكريم وحفظه، أهمها جائزة محمد السادس الوطنية والدولية وجائزة ماليزيا ثم جائزة القناة الثانية. نتكلم على المجال الديني، أن الحمد لله سيدنا الله ينصره جلالة الملك أمير المؤمنين نصر الله وأيده فتح المجال للمرأة العالمة والمرأة الداعية والمرأة المرشدة أن هي واللي عندها واحد الحق في المشاركة في المجالس العلمية، في المندوبيات، في كذلك في الكراسي العلمية، أن تكون عندها واحد البرامج إذاعية وتلفزية. والحمد لله تحتنا فرصة باش أننا كذلك نشاركوا في مسابقات قرآنية اللي شحال هذيك كنا كنسمعوا غير الاحتكار ديال الجنس الذكوري. فالحمد لله هذا طبعا أولا وأخيرا بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام شرف المرأة قبل ما يشرفها الإنسان. والحمد لله الأمير المؤمنين صار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في تشريفه وتكريمه للمرأة المغربية، والمرأة بصفة عامة، يعني ماشي بالضرورة أنها تكون مغربية ولكن المرأة بصفة عامة. أنا كمرأة مغربية أعتز وأفتخر ببلد ديالي اللي هو المغرب، ولأنه هو بلد الخير وبلاد اللي الحمد لله المرأة المغربية في أي مجال فيه إلا وكتلقيها يعني كتنجح فيه وكتحقق فيه أعلى المراتب. وأنا كهاجر بوساق ماشي غنقول لك أنني مفتخرة، وإنما أعتز بالمكان اللي أنا فيها عند الناس، لأنه ماشي كيبغيو هاجر بوساق يعني بحد ذاته، وإنما الحب ديالهم لها هو دليل على حبهم للقرآن الكريم أولا وأخيرا. إحنا أشخاص أكيد الإنسان يعني راه كيخطأ، ممكن يسهم، ممكن ماشي هو واحد يعني نقولوا واحد المعفي او من الاخطاء، ولكن كيبقى الانسان معرض للاخطاء، معرض لبزاف الامور. ولكن اهتمام المغاربه يعني بصفه عامه باي مجال من المجالات وباي شخص من الشخصيات اللي هما كتكون معروفه، انما يدل على اهتمامهم بذاك المجال بحد ذاته. وحنا ما احنا الا واحد الوسائل كنحاولوا اننا نقربوا ذاك الامور اللي ربي كل واحد وشنو وهب له. احنا وهبنا صوتنا باش اننا نقراوا القران، باش اننا نوصل واحد رسالة عن طريق الصوت ديالنا. كاين اللي ربي وهبوا الشهر، كاين اللي ربي وهبوا المسرح، كل واحد وربي شنو عطالو. غير هو كل واحد خصو يحسن الاستغلال شنو ربي وهبلو في احسن حاجة اللي هي غتشرف بلده اولا واخيرا وتشرف الدين دياله.